الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حياكم الله جميعا، حيا الله الإخوان الأخوات المتتبعين المتتبعات، حيا الله كل من شجعنا وساعدنا في إنجاح هذه الفيديوهات وإيصال المعلومة وإيصال الخبر إلى كل الأفاضل والفضليات. قبل ما نبدأ يعني كنحب نشكر كل من ساعدنا وقال كلمة طيبة حقنا، بأننا مجرد يعني باغين عندنا واحد الحاجة بسيطة، من العلم بسيط باغي نوصله للناس بدون مقابل بدون مال. لا مع عمري طلبت الفلوس من شي واحد هنا في الانترنت أبدا، اللي كان عرفوا شي حاجة كنوريوها له لوجه الله تعالى. ثم يعني بالنسبة للأسئلة ديالكم، يعني تريدني أسئلة كثيرة سواء في هنا في اليوتيوب أو في الفيسبوك أو في الواتساب، يعني صراحة يعني كنجاوب على اللي كنقد عليه، اللي ما شفتوش ولا اللي ما رديتلوش البال فيعني أعتذر. إذا ما شفت الرسالة فإنني فقط ما شفتهاش، لا أتعمد يعني أن لا أجيب على أسئلتكم جميعا. شكرا لكم وحياكم الله جميعا. موضوعنا اليوم هو موضوع مهم أيضا، نريد أن نتطرق إلى الميعة بنوعيها، الميعة السائلة والميعة الناشفة أو اليابسة. الميعة السائلة والميعة الناشفة، وهي علق لشجر من أنواع الصباريات أو نوع من أنواع الصبار، فنأخذ منه هذا العلق الجاري الخفيف أو الناشف. والميعة السائلة والناشفة هي أشياء مشهورة جدا في علاج. الميعة السائلة هي من أشهر المواد التي تعالج العين والسحر، في المعروفة عندنا في المغرب في العالم العربي بل في العالم كله. بالنسبة للعين، هي تعالج العين للأطفال الصغار والكبار. كيف كانوا يستعملونها قديما؟ والطفل ملي كان يلاه كيتزاد كيجيبوا واحد شويه ديال الميعة هذه الناشفه وكيديروها ما بين الجبهه ديالو ما بين عينيه، وذلك هو في اصابعه قليل من الميعة الناشفه في كوعه وفي بوعه، حفاظا عليه من العين، من عين بنادم، من عين الإنس والجن، وكذلك حتى لا يتأثر بامرأة إذا دخلت وهي حائض أو جنب تسلم عليه فيتأثر الطفل فيكبر رأسه. فلذلك كانوا يضعون قديما الميعة الناشفة بين عينيه وفي كوعه، يعني في مفصل ما بين اليد والرسغ يضعون قليلا، وفي كعبه يضعون قليلا من الميعة الناشفة حتى يحافظون عليه من العين ومن السحر ومن الشم، يعني أن تكون امرأة داخلة تسلم عليه وهي حاملة معها حرزا أو حائضا أو جنبا، وبالتالي نحافظ على هذا الطفل الصغير. بالنسبة للكبار، هي معروفة أنها تصلح لعلاج العين والسحر، تستعمل بخورا وتستعمل غسلا وتستعمل حملا، يعني نحملها معنا، وتستعمل قلنا تستعمل بخورا. وإذا أردنا أن نبخر بالميعة السائلة نضيف إليها قليلا من العرعار، ثم نبخر المنزل، نبخر أنفسنا ونبخر المنزل. بالنسبة لتبخير النفس الإنسان، فالميعة الناشفة والميعة السائلة هي لعلاج العين والسحر. أما بالنسبة
لطرد الجن من المنزل، فكذلك نبخر بالميعة السائلة والعرعار. الآن بالنسبة للغسل، نغتسل، كيف نغتسل؟ نغتسل بالميعة الناشفة، لا نغتسل بالميعة السائلة. المائعة السائلة هي للتبخير، وهي تصلح أيضا في الاستعمالات الأخرى، يعني طاردة للسموم، هي كانت تؤكل قديما مع قليل من الطعام تطرد السموم، ولكن موضوعنا ليس لطرد السموم، وإنما موضوعنا هو لطرد الجن من المنزل، للعين، للسحر. نعيد الكلام مرة أخرى، بالنسبة للعين والسحر نستعملها بخورا مع العرعر، المياه السائلة والعرعر. بالنسبة للمنازل نستعمل المياه الناشفة. بالنسبة للغسل، آسف، بالنسبة للغسل نستعمل المياه الناشفة، نأخذ قليل من المياه، ثمن نصف ملعقة صغير، نضعه في لتر من الماء الساخن، نحركه جيدا، ثم نصب في سطل من الماء، ثم نكبه رأسا من الرأس حتى القدمين، وبهذا نغتسل من العين والسحر وكذلك طرد الجن. بالنسبة للمنازل الآن، إما نبخر بالميعة الناشفة وحدها، إما نبخر بالميعة السائلة والعرعار. هذا التراث القديم وهو مجرب، يجب صراحة أن نحافظ عليه. ونحن يعني بالمناسبة جاءتنا بعض التعاليق في بعض الفيديوهات يتهموننا بأننا يعني سحارة ومشعوذون، وكذلك تهموننا بالشرك، وظنوا أننا يعني مشركون، يعني لا نؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأننا نعالج هذه الأشياء أو نستعمل هذه الأشياء بعيدا عن هذا خطأ. نحن لا نؤمن إلا بالله سبحانه وتعالى أنه هو الشافي العافي، إنما نؤمن بأن هذه طريقة من طرق العلاجات. نحن نعرف أن لا علاج يعني إلا إذا أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك علاجا، إنما نتبع الطريق. إذا كان يعني الإنسان لا يفقه في بعض الأشياء، فالأولى لا يسبنا ولا يشتمنا، فنحن فقط نريد يعني علاج لنا وللناس جميعا. نعود لموضوعنا وهو المياء السائلة والمياء الناشفة. هذا كل ما لدينا باختصار شديد. المياء الناشفة للأطفال الصغار، والناشفة والسائلة للكبار. المياء الناشفة تستعمل ما بين العينين للأطفال الحديثي الولادة حتى نحميهم من العين ومن السحر ومن الشم، يعني النسوة التي تدخل على الأطفال الحديثي الولادة بإما حائض إما جنبا إما تحمل حرزا أو تحمل حجابا. بالنسبة للمياء السائلة لتطهير الإنسان من العين والسحر، فهي تستعمل بخورا مع العرعار، يعني حرقا تحرق مع قليل من العرعار، يبخر بها الإنسان للعين وللسحر. بالنسبة للمياء الناشفة تستعمل للغسل، تستعمل للغسل لطرد الجن أو المس من جسم الإنسان، ثم لإبعاد السحر والعين. بالنسبة للمنازل، بالنسبة للمنازل وطرد الجن، أيضا نستعمل المياء الناشفة بخورا، ونستعمل المياه السائلة بخورا، ونستعمل المياه السائلة والناشفة أيضا في تسييق بالنسبة لتسييق المنازل والبيوت، أيضا نضع قليل من المياه السائلة هذه أو الناشفة في سطل من الماء، ثم نسيق
المنزل كله لطرد الجن ولطرد العين والسحر. هذا كل ما لدينا اليوم، نتمنى أن نكون قد أصلنا هذه المعلومة. لا تنسوا دعمنا بإعجاب وبضغط زر المتابعة وزر الجرس حتى يظهر لكم الجديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا.